إذا قلنا إن شهر رمضان المبارك هو شهر النصر لم نكن مبالغين في هذا، فإنه بحق شهر الانتصارات قديما وحديثا، شهر الانتصار على النفس الأمارة بالسوء، على الهوى، على الشيطان، على كل أمر قد يعوق مسيرة الإنسان المسلم. في رمضان انتصار بتقوية الإرادة والهمة والعزيمة، وإلى جانب الانتصار النفسي والمعنوي على النفس والهوى والشيطان وكل ما يعوق المسيرة، ففيه انتصار عسكري أيضا في الجهاد والتحام الصفوف. ألم يكن يوم الفرقان وهو يوم التقى فيه الجمعان في غزوة بدر الكبرى، كان المسلمون عددهم العدد قليل لا يوازي ثلث عدد المشركين، وكان المشركون وأعداء الإسلام كثرة، ومع هذا انتصرت القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة في رمضان.